السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا إلى تكلفة وجبة العشاء. يتكلف كام الفرد اللي هيعيش لوحده في اسكندرية لمدة 30 يوم وجبة عشاء؟ أنا بالنسبة لي طبعا معروف يا جماعة، كل واحد بيجيب الأصناف المحببة إلى نفسه، فأنا هتعشى بالتبادل ما بين الشوكولاتة وما بين شعرية باللبن. ممكن حضرتك يعني تدخل أي بدائل، في بدائل كتير، يعني 4 كيلو بطاطس ب 10 جنيه. 4 كيلو بطاطس ب 10 جنيه حمار. ممكن لو بتحب تحمر بطاطس أو تعمل بطاطس مسلوقة، ممكن تدخل أي حاجة بقى، جبنة بيض، إنما في النهاية هتبقى نفس التكلفة. فإحنا هنا جايبين أصناف غالية يعني مش رخيصة، سواء الشوكولاتة أو اللبن اللي بيخش في الشعرية. تعال نتكلم الأول على الشوكولاتة. ده جردل شوكولاتة وزن كيلو ب 45 جنيه، هتتعشى منه حضرتك يوم اه ويوم لا، هيقعد معاك شهر، يبقى كده 45 جنيه في الشهر شوكولاتة. بالنسبة للشعرية ده نص كيلو ب 4 جنيه. النص كيلو فيه 3 كوبايات، الكوباية بتكفي وجبتين. انت هتعمل كوباية النهاردة هتاكل نصها وهيقعد النص تاني، لان هي بتنفش الشعرية، بتنفش وحجمها بيزيد، فالكوباية هتكفيك يومين. يبقى احنا بنتكلم على 6 مرات شعرية ب 4 جنيه، يبقى 15 مرة في الشهر، يعني يوم او يوم لا، بكام؟ هتطلع ب 10 جنيه. يبقى خلاص 45 جنيه شوكولاتة و10 جنيه شعرية. اللبن احنا هنحط مع كل كوباية شعرية كوباية لبن، ونزود الباقي مية. أنا محتاج، يبقى محتاج 4 أكياس لبن عبوة نص كيلو، الكيس ب 7 جنيه، يعني 6 في 7 ب 42 سنت، يبقى محتاج 4 في 7 ب 28 جنيه لبن. بالنسبة للخبز، الشوكولاتة يا جماعة مش هينفع تتاكل إلا مع عيش فينو. مع العيش الفينو بيبقى طعمها تحفة، ما تاكلهاش بقى بالعيش المصري العادي اللي هو البلدي أبو ردة ولا الشامي، هنجيب لها عيش فينو. هنحتاج رغيفين فينو للوجبة، يبقى في الشهر الرغيف ب 50 قرش، يبقى الاتنين بجنيه، يبقى هتكلف شهريا 15 جنيه عيش، 15 جنيه عيش فينو. بالنسبة للسكر مش هنحسبه، خلاص دخل معانا في الفطار. قلنا كيس السكر ب 10 جنيه بيقعد 10 ايام، يعني ب 30 جنيه سكر في الشهر. خلاص الجنيه في اليوم ده او العشر ايام دول اللي هيقعدهم كيس السكر شاملين وجبة الفطار السكر بتاع البن، ووجبة العشاء السكر بتاع الشعرية، والعصاير اللي هنعملها مع الفاكهة. يبقى إجمالي الحساب بتاعي 45 جنيه شوكولاتة و10 جنيه شعرية، 28 جنيه لبن، 15 عيش، هيبقى الإجمالي حوالي 98 جنيه في الشهر. 98 جنيه في الشهر لوجبة العشاء، يبقى حضرتك اتكلفت في اليوم 3 جنيه وربع عشاء. خلاص يبقى كده العشاء 98 جنيه في الشهر. اتكلمنا على الفاكهة 180 جنيه في الشهر، اتكلمنا على الفطار 330 جنيه في الشهر. وفي بعض الناس بيقولوا لا ده مبلغ كبير، يعني ممكن نلغي البسطرمة بلاها بسطرمة، وممكن نلغي الجاتو بلاها الجاتو، مش هنموت لو ما كناش بسطرمة وجاتو. هتلاقي الوجبة نزلت معاك، البسطرمة هتوفر 30 جنيه والجاتو هيوفر 30 جنيه، ومكان الجاتو ممكن نجيب بسكوت يا سيدي أو كحك بملبن، يبقى ال 330 نزلت 270. وفي مفاجأة تاني بالنسبة للعسل اللي اتكلمنا عليه وقلنا الربع كيلو ب 20 جنيه، لا، في كيلو عسل ب 40 جنيه منتجات القوات المسلحة عند محطة مصر، قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، عسل قطفة أولى، الكيلو ب 40، بدل ما بنجيب الربع ب 20 يعني الكيلو ب 80، لا ده الكيلو ب 40 جنيه، فهتجد كمان قيمة العسل هتنزل لك كمان من قيمة الفطار بالنسبة للناس اللي مستكثرة قيمة وجبة الفطار. ده كان كل حاجة عن وجبة العشاء. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم نتكلم فيه عن تكلفة وجبة الغداء.
برضو ما قدرتش اقاوم الطعمية. معلش هنكسر البرنامج بتاع العشاء مرة مع طعمية، طماطم غرقانة في التوابل بالذات الفلفل الاسود، قرص الطعمية بالسمسم بجنيه، 4 اقراص باربعة جنيه يعني باربعة وعشرين سنت، مع رغيف يعني 5 جنيه، وجبة العشاء بالطعمية. ما يقدرش المصري ما ياكلش طعمية.